علامة أخرى على تدهور الاقتصاد الإسباني بعد ارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوياته. وفقا للأرقام الصادرة عن بنك إسبانيا، بلغ الدين العام في نهاية مارس المنصرم رقما قياسيا جديدا وصل إلى 72.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة 8.5 نقطة قبل عام حيث كان يمثل 63.3%. ووصل في أواخر مارس لأكثر من 700 مليار يورو أو 72.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان يمثل قبل 3 أشهر 68.5%. مستوى الديون الإسبانية من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، تنتظر الحكومة أن تصل إلى 79.8%. مجلس الوزراء أجاز 14 منطقة تابعة للحكم الذاتي للاقتراض لأشهر طويلة مقابل مبلغ 17 مليار و 618 مليون يورو، ما يمثل مبلغ الديون التي يتعين دفعها وفقا للفواتير التي ستقدمها هذه المناطق. الدين في البلاد داخل في الارتفاع بشكل مستمر منذ الربع الأول من العام 2008، حيث بلغ 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أكثر من عقد من التراجع.